بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في الفقرة 67 من فقرات 100 من كتاب الامتحان بعنوان ليستر. هو يوسف ليستر الجراح البريطاني الذي اخترع التعقيم. طبعا التعقيم سهل قوي، تبقى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، في عمليات الجراحة. وقد ولد في انجلترا سنة 1827، وفي سنة 1852 حصل على درجة طبية من جامعة لندن. طبعا كلمة طبية هنا هتبقى نعت مجرور وعلامة جره الكسرة. وكان طالبا متفوقا، وفي سنة 1861 أصبح جراحا، خبر أصبح منصوب وعلامة نصبه الفتحة، في مستشفى جلاسكو الملكي. وفي هذا الوقت اهتدى ليستر إلى استخدام التعقيم والتطهير. طبعا هنا التطهير معطوف على التعقيم، والتعقيم مضاف إليه، يبقى هنا معطوف مجرور وعلامة جره الكثرة، أثناء العمليات الجراحية. استخرج من الفقرة بدلا وبين علامة إعرابه. هو يوسف ليستر الجراح البريطاني الذي اخترع، وقد ولد، وفي حصل على درجة طبية، كان متفوقا في مستشفى جلاسكي الملكي. وفي هذا الوقت، وفي هذا الوقت، ده البدل، بدل مجرور وعلامة جره الكسرة، مصدر لفعل رباعي وآخر لفعل سداسي. يا وحشنا أول مصدر ده، كنا بنطلعه فاكرين بتحسين الإنتاج وإجادته تلبية للجماهير، ها بجهاد ومقاومة زلزال وبلبلة الأسعار، صح كده؟ تعال نشوف كلمة التعقيم، شكل كلمة التحسين. طبعا تنفع كمان التطهير في الرباعي. عايزين واحد كمان بقى لفعل سداسي. عندي هنا طبعا الاستقلال استنارة واطمئنان، ده كان الجملة اللي كنا بنطلع بها السداسي. يبقى كلمة استخدام هذا الفعل أو هذا المصدر هو المصدر لفعل إيه شباب؟ لفعل سداسي. اسم فاعل من فعل سلاسي وآخر من غير سلاسي. يا ده مرجعنا الحاجات احنا من زمان ما طلعناهاش. اسم فاعل من فعل سلاسي على وزن فاعل، يعني كلمة جامعة لندن صح، وكلمة طالبا ده من سلاسي. أما كلمة متفوقا ده طبعا لغير سلاسي، يبقى ده اسم فاعل من مضمومة مكسور ما قبل الآخر. فعلا مبنيا للمجهول. بصوا يا جماعة، الفعل المبني للمجهول في اللغة العربية ما توجعش دماغك، هو ليه شكلين فقط، فعل ويفعل، إلا إذا كان بقى أجوف بيجي شكل قيل وبيع وهكذا. يعني لما أقول ضرب يضرب كده مبني المجهول، ولو عايز أبني قال وباع للمجهول بقول عليها قيل وبيع. يبقى إذن أنا هنا هلاقي كلمة ولد، أهي ولد في إنجلترا. ولد ليستر في سنة، طبعا الطلبة لما تشوف رقم زي ده كله عايز أحوله لحروف بيتخضوا، رغم أننا لو قلت لك كلمة السر في الرقم ده هتستدفيه جدا. ليه؟ علشان ولا رقم من دول هعمل لهم اعتبار إلا السبعة، لأن الألف ما بتتأثرش بالتذكير والتأنيث، والتمنمية ما بتتأثرش، والعشرين ما بتتأثرش، ما لهمش أي علاقة بالتذكير والتأنيث. ألفاظ العقود والألف والمليون والمئة دول ما بيتأثروش، دول ثابتين على شكل واحد. يعني بقول مليون رجل ومليون امرأة، ما بقولش مليون رجل ومليونة امرأة، ما فيش مؤنث لمليون أصلا. إذن الأرقام اللي قدامك ديت ما تخافش منها خالص، هتراعي بس الرقم الأخير ده إنه يخالف، لأنه السبعة من 3 لتسعة بتخالف، هتراعي إنه يخالف كلمة سنة. يعني بص أنا هقولها إزاي. ولد ليستر في سنة 1827، ها وسبع وعشرين، طبعا مضاف إليه طبعا، فكلمة 20 هتتجر، لكن اللي تأثر بالتذكير والتأنيث وخالف مين؟ هو رقم إيه شباب؟ بس رقم 7، فانتبهوا إلى هذا الأمر. أقولها مرة تانية، ولد ليستر في سنة 1827. تسعى البشرية للتقدم، لن تجني إلا الإزدهار. واللي أربط الجملتين بأداة شرط جازم وغير ما يلزم. طبعا متى أو إن تسعى، هنشيل حرف العلة طبعا لأنه يبقى مجزوم بعلامة جزم وحذف حرف العلة. ولن نجني إلا الإزدهار، لازم أحط الفاء، لأن لو جواب الشرط منفي بلن لابد أن نضع فاء، يعني لازم نقول كده فلن نجني، عادي ما تشيلش حرف العلة لأنه يبقى منصوب، فلن نجني إلا الإزدهار. يبقى أقول تاني يا شباب، متى تسعى
البشرية للتقدم فلن نجني إلا الازدهار. والياء محطوطة بتاعت نجني وأؤكد، لأن الفعل هنا طبعا هيبقى منصوب بعد لن، والجملة كلها ماشي بقى اللي عايز تعملها في محل جزم، لكن الفعل نفسه خلاص مش هيتأثر بأداة الشرط، تسعى هي اللي هتتأثر بس. وعموما الفاء لما بتخش على جواب الشرط أصلا بتمنع جزم المضارع، أو بتعمل عازل كده ما بين أداة الشرط الجازمة وما بين الفعل الشباب المضارع. يعني لو قلت مثلا إيه، من يتقي الله، من يتقي من غير ياء طبعا الله، ها، فسوف يعلو شأنه، يعلو شأنه، حط الواو عادي لأن سوف فيها الفاء، وقلنا الفاء بتمنع الايه شباب، بتمنع الجزم. طب هي امتى الفاء دي تيجي أصلا؟ يعني الفاء بتاع جواب الشرط دي امتى تيجي؟ في جملة كده ظريفة كده ممكن تحفظها معايا، اسمية طلبية جامدة مسبوقة بقد وسوف والسين ولن وما. ايه ده يا أستاذ؟ ده أقصد باسمية ان جواب الشرط يجي جملة اسمية، يعني انت ذاكر فالله معك. بص لاحظ ان فالله معك ده جواب الشرط، ده جملة اسمية لازم احط فيه فاء، لازم احط فيه فاء. طيب يبقى اسمية طلبية، يعني ايه طلبية؟ يعني امر او نهي او استفهام او نداء او تمني. لو جواب الشرط اللي هو الجزء الثاني يا جماعة، اؤكد انا بتكلم عن الجزء الثاني من اسلوب الشرط، الجزء الاولاني اللي هو بيبقى فيه الاداة وفعل الشرط، انا بتكلم عن الجزء الثاني هو اللي بيقترن بالفاء. لو جواب الشرط جه جملة طلبية، يعني ايه جملة طلبية؟ يعني من يذاكر فهل أدى ما عليه، من يذاكر فيا رب وفقه. بص أنا جبت كده الفاء ليه؟ عشان دي جملة طلبية. طيب لو اسمية طلبية جامدة، يعني إيه جامدة بقى؟ جامدة يعني بتبدأ بفعل جامد، والأفعال الجامدة عندك في اللغة العربية هي نعمة وبئسة وعسى وليس وحبذا ولا حبذا. الأفعال دي لما بتيجي بنسميها أفعال جامدة. لو جت بقى في جواب الشرط لازم أحط فاء، يعني إن تذاكر فعسى أن تنجح، إن تذاكر فنعمة فنعمة الطالب. يبقى اسمية طلبية جامدة. أو بقى مسبوقة بقد وسوف والسين ولن وما، قد حرف قد أو حرف سوف أو حرف السين أو لن أو ما، يعني إن تذاكر فقد تنجح، إن تذاكر فسوف تنجح، إن تذاكر فستنجح، أو لن، إن تذاكر فلن ترصب. يبقى مسبوقة بقد وسوف والسين ولن وما، إن تذاكر فما قصرت. طيب عشان كده حطينا هنا إيه شباب الفاء، فانتبهوا لهذا الأمر. السؤال ها بقى بيقول لي عايز افكركم بالحته دي يا شباب، انتوا من زمان قوي يعني ايه شايلين ايدكم من الموضوع ده اللي هو اسم الزمان واسم المكان، كان في الوحدات الاولى كده وانتوا ايه مطنشينه يعني، فتعالوا بقى افكركم بيه بسرعه لانه هو مهم الحقيقه. اسم الزمان والمكان في اللغه العربيه اولا هو مش ظرف الزمان والمكان، عشان بس ايه ما تضيعش درجات من ايدك او انت كده او تقرا لي اسم الزمان والمكان تقوم ايه خلط لي ما بينه وما بين ظرف الزمان والمكان. انا بقول اسم الزمان والمكان ده ليه شكلين في اللغه العربيه، يعني شكلين، شكل من الثلاثي وشكل من غير الثلاثي. من الثلاثي بيجي على مفعل بكسر العين ولازم تشكل، او مفعل بفتح العين. تذكر يعني يجي مفعل بكسر العين امتى؟ لو كان حاجه اسمها معتل الاول صحيح الاخر، يعني كلمه وعد نجيب اسم الزمان منها او المكان نقول موعد، كلمه يائس بنقول ميئس. ليه؟ لان يائس معتل الاول صحيح الاخر، يبقى يجي على مفعل بالكسر، يبقى موعد ميئس. برضو بيجي على مفعل بالكسر لو كان مكسور وسط مضارعه صحيح الآخر، يعني كلمة جلس يجلس مجلس، ضرب يضرب مضرب، سرق يسرق مسرق، يبقى ده في حالة مفعل. طب لو مفعل امتى بقى؟ في غير ما سبق لمفعل، يعني لو لقيت فعل زي شرحة أسأل نفسي سؤال، هل هذا الفعل معتل الأول صحيح الآخر؟ لا. هل هذا الفعل مكسور أوسط مضارعه صحيح الآخر؟ لا. يشرح، يعني هنا الفعل نجا من الاحتمالين السابقين اللي هو معتل الأول صحيح الآخر أو مكسور وسط مضارعه صحيح الآخر. طالما نجا من من الشرطين دولت خلاص يجي مفعل عادي، فنقول مشرح بفتح الايه الراء. طب مشى أستاذ، طب ما هو لو جبنا مضارع يمشي هنلاقيه مكسور الأوسط. أنت جبت المضارع يمشي مكسور الأوسط لكنه مش صحيح الآخر، إحنا هنا أشرت لك إيه؟ مكسور وسط مضارعه صحيح الآخر. طب هنا خلاص فقد الشروط، يبقى ممشى بالفتح. يبقى شباب ده من الثلاثي بيجي على مفعل وعلى إيه؟ وعلى مفعل. طب من غير الثلاثي بيجي عادي جدا زي اسم المفعول والمعنى هو اللي يفرق بقى. يعني زي كلمة احترم مين مضمومة مفتوح من قبل الآخر، يعني كلمة احترم محترم، كلمة استغفر ها مستغفر، وهكذا.
طب يعني ايه المعنى بقى يا استاذ؟ يعني انا لما قلت لي كده خلاص انا عرفت اهوت ان انا اقدر اجيب منه اسم الزمان والمكان بطريقه معينه. طب كلمه ساعه دي مثلا توضع فين من ساعه هنا؟ هل توضع في مفعل ولا مفعل؟ اشوف هل كلمه ساعه معتل الاول صحيح الاخر؟ لا. هل كلمة ساعة مكسور أوسط مضارع صحيح الآخر؟ ده يسعى، العين مفتوحة اهي، مش كده؟ يبقى نجا من الشرطين، يبقى الحمد لله يجي على مفعل. يبقى نقول ساعة مسعى بفتح العين يا شباب، خلي بالكم مسعى. طب والجملة بقى؟ على فكرة اسم الزمان والمكان شكل بعض، مش حاجة لاسم الزمان وحاجة لاسم المكان، ده المعنى هو اللي يفرق. يعني لما اقول الشارع مسعى الناس بقت اسم مكان، وللعلم اسم المكان يعرب حسب موقعه في الجمله. يعني لما قلت الشارع مسعى الناس هنا الشارع خبر، الشارع خبر. لما اقول مثلا الخامسه مسعايا الى الدرس يبقى بقت هنا اسم زمان وتعرب برضو خبر. اذا يا شباب لو جبت كلمه بتدل على المكان قبل مسعى بقت اسم مكان نوعها يعني واعرابها حسب موقعها في الجمله، لو جبت كلمه بتدل على الزمان مع مسعى بقت مسعى بتدل على اسم الزمان وتعرب برضو حسب موقعها في الايه يا شباب، حسب موقعها في الجمله. ارجو ان تكونوا قد تذكرتم اسم الزمان والمكان، وان شاء الرحمن الرحيم تكونوا استفدتم من هذه الفقره.